لبنان. احنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس اوف لبنان 100.5. وحلقتنا اليوم عن المصارف وضيفنا امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح. اللبنانيين اليوم بحالة هلع، خوف على جنى العمر عزز هالهلع. كم من الأخبار عن انهيار مالي وإفلاس مصارف، أخبار إشاعات فاقمت المخاوف وتبع تعميم مصرف لبنان بخفض الفوائد بالدولار وبالليرة. بالدولار بيصير 5%، بالليرة 8.5 كحد أقصى، وقرار طبعا بدفع الفوائد عند استحقاقها نصفها بالدولار ونصفها بالعملة الوطنية. يعني كله وسع هو الثقة بين القطاع المصرفي اللبناني وبين الشعب اللبناني. اليوم خلينا نحكي عن المصارف العربية لما بتصير في تقهقر وفقدان ثقة بين المصارف والمودعين، ويصير في علامات استفهام كبيرة، وخصوصا نحن منضويين كمصارف تحت لواء اتحاد المصارف العربية. بدي رحب فيك اليوم ضيفي أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. صباح الخير ست نوال، شكرا لحضرتك وشكرا لاستضافتكم، وصباح الخير لجميع المستمعين. اليوم بدك ترد على أسئلة عديدة. حاضرين. وضع المصارف وتعاملها مع المودعين صار على كل شفة ولسان. اليوم ما كان فيه، لازم يصير فيه مؤتمر لاتحاد المصارف العربية ببيروت، نقلتوه للقاهرة. نعم. يعني هالشي كمان قديش خفف الثقة من قبل المصارف العربية كمان بأوضاع لبنان. خليني أقولك أول شيء، صحيح كان قرار اتحاد المصارف العربية يمكن قبل بعشرة أيام بنقل اجتماعات الاتحاد إلى القاهرة، وكان سببه الأساسي أنه كان لابد أنه نعمل اجتماعات. يعني ما كان موضوع فقط مؤتمر، لو كان فقط مؤتمر كنا ربما خليني، ولكن في اجتماعات أجهزة الاتحاد، عم نحكي مجلس الإدارة أو جمعية عمومية، وبالتالي كان من الضرورة بمكان أنه نعقده بالقاهرة بعد اعتذار بعض الدول للحضور، وحسب نظام الاتحاد لابد من اجتماع مجلس إدارة المؤلف من 20 دولة. نعم. فبالتالي ما كان عندنا خيارات أخرى، وأنا كنت مراهن لآخر دقيقة، يعني مثل ما بقوله قبل بعشرة أيام أخذنا القرار بنقله إلى القاهرة. نعم. يعني بيروت تبقى عاصمة المؤتمرات المالية والمصرفية، كانوا يجوا لها كل المصرفيين العرب اللي بيصروا، كان يعني من خلال المؤتمرات دائما نسمعهم بيصروا على إنه تكون مؤتمراتهم عقد اجتماعاتهم ببيروت. صحيح. السنة للأسف إنه نتيجة الأوضاع. أنا بدي أقول شغلي هون، يعني حياة أنا تفاجأت حتى بالحضور اللي كان، يعني كان عنا أكثر من 100 شخصية مصرفية حاضرة، بس كانت ضمن دول معينة، ما كانت ضمن كل الدول. نعم. في بعض الدول ربما هن بيحبوا يجوا ولكن حكوماتهم ما تسمح لهم يجوا. نعم. هذا اللي صار، وهذا القرار طلع من نبع من هذا الإطار. أي دول؟ دول مجلس التعاون الخليجي بقولها بكل بساطة، يعني ما كتير بدنا نقولها، يعني في دول، في بعض الدول ما كان بيقدروا يجوا. نعم. على كل حال في بلش من هلا الاتصالات. مين معنا؟ مرحبا. مرحبتين. معك عادل كجوك. يا هلا باستاذ عادل، تفضل. بس بدي عندي سؤال بعد أمريكا. انا اخذ تعويضي صار لي سنتين وعايش من وراء، عم باخذ فايدة عليه، كنت اخذ 14% فايدة، نزلوا لي اياها هلا خلص التعاقد، قالوا لي 8.5 محاكم مصرف لبنان. رحنا على المصرف لبنان لنعمل لهم على 8.5، قال لا ما 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 ضارب فوق ال 200 مليون و 300 مليون اللي يعملوا لي 8.5، بدهم يعملوا لي اياها بسبعه فايده. نعم. يعني انه بين التعميم والواقع على الارض في هو قصدك. مضبوط. للحاكم مصرف لبنان قال 8.5، طيب يا اخي امشوا على 8.5. نعم. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. اليوم بيت عصيد قصيت اليوم. نعم. تراجع الفوائد. أوكي. نعم. اول شيء خليني اقول لك، انا شخص معروف بيحكي بالايجابيات، حنحكي بالايجابيات والسلبيات. اول شيء تراجع الفوائد بيأمن سيوله في البلد في عام 2020 لا يقل عن 5 ل 6 مليار دولار بالاسواق. يعني لا خوف على اموال المودعين بالمصارف، هذا موضوع اخر هلا بنحكي فيه. نعم. بس عم نحكي قصه تراجع الفوائد. تراجع الفوائد هو شغله ايجابيه جدا. رقم واحد مثل ما ذكرت وحارجع عيد، بيأمن سيوله بعام 2020 ما يقل عن 5 أو 6 مليار بالأسواق دولار، لأنه المصارف اليوم
خفضت التكلفة على الوديعة اللي عندها إياها، وبالتالي فيها تأمن سيولة أكتر. يعني إذا عم نحكي ببنوك ألفا، يعني في عندك لنقول المعروفين أول 10 بنوك بتتراوح من 400 مليار ليرة ل 600 مليار ليرة حسب حجم البنك. فإذا هذا موضوع جدا جيد. الموضوع الثاني تخفيض الفوائد، ونحن يمكن بحلقات سابقة حكينا أنه لما تعلي الفوائد معناتها بطل في تدفقات مالية بالأسواق، وبالتالي بيوقف الاقتصاد والدورة الاقتصادية. ولما نوطي الفوائد بصير في تدفقات مالية أكثر. هلا بلشت قصة العقارات 100% مش غلط، لأنه لا موضوع العقارات أنا برأيي يعني شوي مربوطة بقصة عدم الثقة هلا بالوديعة، وبالتالي بيشتري عقار أحسن. إيه بس السؤال كان من قبله أنه طلعوا تعميم شيء عم بيعطوه شيء تاني. يلا حنجاوب عليه. أول شيء بالنسبة لكل الناس اللي كان عندها فايدة سابقة وأخدوها، خلص هذه لا تستحق حق، لا ما حد مكتسب، ما حدا بيقدر. عم نحكي بأي فايدة بعد ما يسمى بالماتشوريتي ديت أو تاريخ الاستحقاق. الفايدة على الدولار 5%، والفايدة على الليرة لا تتعدى 8.5%. ولكن هيدا المصرف هو كونترا بينه وبين العميل، بيقول له 6-7، بيقول له الحق العميل يحط او ما يحط. هيدا يعني هو حاكي مصرف وفي لبنان او المركزي يحط سقف بالضبط 8.5% هو سقف الفوائد، بتوقف حسب الوديعة. يعني هيدا حر يتعاقد بين العميل وبين المصرف او بنك المركزي. فاذا هو المصرف بيستنسب هيدا. خلينا صحيح. نختم هالعنوين. كمان اتصال اخر، مين معنا؟ بونجورين. تحياتي لألي كل ضيفك. يا هلا وسهلا اللبناني. يا هلا فيك. سؤال لحضرة الأستاذ وسام مالي. نحن بنعرف أنه المصارف عم بتطبق عم بتقبض المودعين بشكل استنسابي واتفاقي، أول شيء. تاني شيء عم نسمع اليوم بإحدى الإذاعات الشقيقة عم بتقول أنه عم بيطلبوا من المواطنين شراء أسهم. لا يا أخي، أنا ما بدي أشتري أسهم، أنا بدي أقبض معاشي، ما بدي أسهم. ثاني شيء نحن معليه لبنان مش بلد مفلس، بلد منهوب معليه، وفي مصاري ومارسي لكم وتحياتي لكم ويعطيكم عافية. ايه بس ليش منفعل؟ لا مش منفعل، لأنه لقلك ليه، لأنه عم بيصير في إشياء، يعني عم بيصير في ارتفاع أسعار عم بتروح على المواطن وهالطبقية المستثرية. يعني عن جد إذا ما بد يعني لازم، البنوك عن جد يصير في عقاب لأصحاب البنوك على الشغلة وعلى المسؤولين، ويعطيكم ألف عافية. نعم طبعا هالشي مش رح يوافقك فيه ضيفي. لا خليني شوي اشرح الموضوع. لازم نعترف كلنا انه في أزمة ما حاليا، وأزمة كبيرة لم يمر فيها تاريخ لبنان لا القريب ولا البعيد. مالية اقتصادية. مالية اقتصادية سياسية، لأنه نتيجة السياسة. نتيجة السياسة، والمشكلة مش عند المصارف، المشكلة عند السياسيين. يعني أبدا هي المصارف، كل التصرفات تاعت المصارف هي انعكاسات الوضع السياسي، وليس هي برغبتها تعمل هذا الموضوع. هلأ قصة أنه راتب يشتري فيه أسهم، يعني ما هو حجم الراتب ليشتري فيه أسهم؟ بعتقد السيولة بالليرة اللبنانية متوفرة أكيد، السيولة بالدولار منا متوفرة أبدا بهالفترة هيدي. بدي أعطي مثال، يعني خد أي بنك من البنوك الكبيرة على الأقل عنده 100,000 عميل لنقول، أو 1,000 عميل، يا أخي ما بنقول 100,000 عميل، 1,000 عميل. يعني إذا كل عميل بده 200 دولار يوميا بده يسحبوا 200,000 دولار. فهيدي القصة لازم نحن نقتنع كشعب أنه نحن عم نمر بأزمة ما، مش معناتها المصارف مع حق، لا ما مع حق. وهي أصلا هذه المصارف مش مقتنعة بالتصرفات اللي هي عم تعملها فيها، ولكن هي عم تحاول تدير أزمة ما. بنتمنى هذه الأزمة تكون أزمة مرحلية ما تطول، ولكن في عندها بدنا نعترف كلنا أنه في أزمة، وهذه الأزمة طالما الوضع السياسي غير مستقر، طالما هالأزمة مستمرة. نعم. يعني ما فينا نقول شيء نهائيا. ولكن قصة الدولة، شوفي أنا بعتبر الدولة مش مفلسة. يعني ما بعرف ليش الناس عم تقول. أول شيء الدولة عندها مصادر مالية كتير كبيرة. خلينا نبلش. تراجع اليوم بالعجز كمان أكتر. بس هو بالمئة. يعني هي بدها حوكمة بالدولة، محاربة الفساد، هيدا شيء أكيد. بدها قوانين صارمة، بدها قضاء صارم، هيدا شيء أكيد. أنا بأيد الشخص اللي يعني عم بطلع صرخة من قلبه، أكيد معه حق. ولكن الدولة ما عندها حالة إفلاس نهائيا. الدولة تملك قطاع الاتصالات، يعني عندها إيرادات من الاتصالات. الدولة منها مخصصة. الدولة عندها قطاع الكهرباء، كمان كهرباء منه مخصص. عندها البور، عندها المطار، عندها كثير موارد، ومقبلين على غاز وبترول. فإذا فعلا الدولة عندها موارد مالية،
لا بأس بها، في الضرائب كمان، وهذه الموارد المالية قادرة تدير البلد بشكل كتير كبير، ولكن ضمن قوانين مكافحة الفساد، ضمن قوانين ما يسمى بالحوكمة، وبالتالي قادرة فعلا تعطي ثقة للمجتمع العربي والمجتمع الدولي لحتى يصير في عنا أكثر وأكثر. نحن قادرين نعطي ثقة إذا صار عنا دولة، لأنه هلأ بعدنا بالمحاصصات وبالفساد والملفات. يعني لما بيصير في دولة يعني ترعى شؤون الناس مثل ما لازم، أكيد صحيح. يعني لبنان بيرجع بينتعش من جديد، علمنا التاريخ. بس اليوم نحن عم نحكي، عم بتقول المصارف ما عندها دولارات، وفي خبر يعني معلومات اليوم إنه المصارف يمكن تتوقف عن مد المودعين أو المد يعني المواطنين كاش بالدولار فقط بالليرة اللبنانية، والسبب عدم تواجد هالعملة. بحق إلا من حيث القانون أكيد لا، قانون نقد وتسليف قانون حر، وأفضل قانون نقد وتسليف موجود بالمنطقة يمكن، وهذا سبب قدرت المصارف اللبنانية بفترة 4-5 سنين لورا أو يمكن أكثر، قدرت جلبت ودائع كتير كبيرة، يعني وصلت ل 180 مليار. ولكن للأسف يعني بدي أقولها لأول مرة، يمكن الغلطة الكبيرة اللي صارت أنه المصارف دينت القطاع العام. نعم. ودائما وقت لما أي قطاع مصرفي دين القطاع العام، هذا شيء ما منيح للاقتصاد، لأنه التدين للقطاع الخاص بمشاريع هو شيء الأساسي. هلأ السياسة اللي كانت موجودة، السياسة النقدية اللي كانت موجودة لدى مصرف لبنان بأنه علينا الفوائد، يعني إيش كان هدفها الأساسي؟ الهدف الرئيسي لهذه السياسة كانت أنه أولا المحافظة على الودائع الموجودة، جلب ودائع أخرى، والمحافظة على سعر الصرف. كل الهندسات المالية اللي صارت بالبلد معتمدة أساسا على تثبيت سعر الصرف، يعني هذا الموضوع كان خط أحمر، ما كان في مجال يتحرك. وما بدنا ننسى كمان انه كل الرواتب القطاع العام والقطاع الخاص بما فيهم الجيش وقوى الامن وغير قطاعات اخرى كلياتها بالليره اللبنانيه، وبالتالي ما كان لازم فعلا انه سعر الصرف يتحرر مثل ما هلا عم يطالبوا. بدي اقول شغله اليوم، مش مدافعه على السياسه النقديه ومدافعه على صرف لبنان، ولكن امتى صارت هذه السياسه؟ قلت لما علينا الفوائد لنسبه نسب كثير عاليه، وصلت بالدولار 8.9% واللبناني 14-15%. كانت خلينا نعترف انه كانت بوقت فراغ رئاسة ديم سنتين، وكان بعد منها فراغ حكومة ديم 9 أشهر تسكير مجلس نواب. اكزاكتلي. وبالتالي كان لدى ما في خيارات كتيرة كانت لدى مصرف لبنان، وغير انه لا يقدر يحافظ على الودائع الموجودة، الودائع الخارج، الودائع غير مقيمين في لبنان، يعني الناس اللي منهم المقيمين في لبنان وحاطين مصرياتهم في لبنان بحدود 33 مليار دولار. طب هات 33 مليار دولار ما كانوا يجوا لو ما فعلا كانت فوائد عالية وفوائد مغرية. بلغة الاقتصاد وقت لما تعلي الفوائد معناتها في ريسك، وهذا الريسك اللي للأسف اللي وصلنا له اليوم. نحن وصلنا له اليوم. مين بيتحمل مسؤوليته؟ برجع بقول السياسيين طبعا، لأنه لو في سياسيين، لو كانت السياسة مظبوطة وفي فعلا في إصلاح مظبوط ما كنا وصلنا لهون. اليوم المصارف عم تعمل ردات فعل، مش هي عملة الفعل، ردت بس هي كانت عم تدين الدولة. ولما بتعرف انه هذا برأيي خطأ، اي خطأ، لما بتعرف انه انت اللي عم تدينه مش رح يقدر يدفع لك، وكانت يعني كريمة بان تدين الدولة. كان اللي بيقدر يدفع، شو السبب؟ كان بيقدر يدفع. برجع بقول انا ذكرت انه الدولة اللبنانية ما كان في خوف عليها، والريتنج تبعها ما كان كتير كبير، بس بعتقد النظام، يعني برجع بقول لو كان في عنا قوانين صارمة بمحاربة الفساد ما كنا وصلنا يمكن لوصلنا طب له. اليوم كيف التعامل بالمصارف بين الدائن والمدين؟ يعني بحال كان المدين الاساسي الدولة، كيف لازم يتصرف المدين للمصرف بحال تخلف عن الدفع؟ لا يعني ما في مشكلة، دائما وقت لما انت الدولة هون الريسك بيكون اقل، يعني هذه بلغة الاقتصاد. وقت لما المصارف تعمل تحسب الريسك على اي شخص عم تدينه، بتحسب حسب وضعه لهالزلمة، حسب شركته، حسب مؤسسته، حسب قديش عنده ريسك، وبالتالي بتعطيه فايدة اعلى او اوطى. ولكن وقت لما الدين الدولة، الدولة بدها تدفع، الدولة ما ممكن تفلس الا بانهيار تام يعني. واذا كانت انا الدولة اللبنانية عندها موارد جيدة وجيدة جدا، برجع بذكرهم، الاتصالات، البور، ما بعرف، هلا وقع بيعجز تحت الكهرباء والبور كمان. صحيح، بس قد ايه عم يحكوا بالفساد بالبور؟ لو عنا كل هالاموال فاتت لعنا كان افضل، كان الدنيا بألف خير. رح نتابع معك امين عام اتحاد المصارف العربيه وسام فتوح مع اسئله المواطنين مباشره بعد موجز اخبار 9:15. ما تنسون تورونا. نقطه
خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركي. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو، 01-259-259-70-341-555. يا هلا فيكم بالأردن. عيش معنا أحلى الأجواء مع العائلة والأصحاب، من عمان النابضة بالفعاليات لجبال عجلون الخضرة، ومتعة الحياة في البحر الميت ومغطس السيد المسيح عليه السلام، وأجمل الأثار في البتراء، إحدى عجائب الدنيا وصولاً إلى سحر وادي رم، والاستمتاع بالرياضة المائية والمنتجعات في العقبة. الأردن أحلى. www.visitjordan.com. محتار شو تهدي؟ ماريز بتحب السيريز، جون بول دايما فوتبول، سامي مهووس موفيز. تنعاد عليك تنعاد عليك رح تنعاد عليك، هديون شي بيتفقوا عليه ويسلي هالعيلة. تنعاد عليك تنعاد عليك رح تنعاد عليك، مع كيبل فيجن هالسنة الهدية صارت اتنين. مع كل تركيب كيبل فيجن بيطلع لك تركيب تاني مجانا مع اشتراك لمدة شهر بكل المحطات. اتصل هلا على 1540 وزور موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كل شي بتهدي بيرجع لك. موجز لآخر الأخبار من صوتي لبنان. محتجون يقطعون طريق ساحة حلبة بالإطغارات. شغب في طرابلس ليلا، إحراق شجرة الميلاد عند مستديرة النني وتحطيم مكتب حرس مفتي المدينة بسبب مقطع صوتي لمجهول يشتم فيه الصحابة وأهل السنة. إجراءات أمنية استثنائية في ساحتي الشهداء ورياض الصلح ونصب الحواجز الإسمنتية بغية حماية المتظاهرين. إيرين فرزلي لصوت لبنان. اتصالات هذا النهار حاسمة لتحديد مسار التكليف غدا، ويدعو إلى إعادة التواصل بين الحريري وبسيل. الخبير الاقتصادي إيليا شوعي يحذر عبر صوت لبنان من انهيار مالي قريب ومن خطر على الودائع إذا لم يتم تدارك الوضع بحكومة تعيد الثقة. انخفاض سعر صفيحة البنزين بنوعيه 100 ليرة واستقرار سعر المازوت. الثلوج قطع الطرق فرذبيان حدث بعلبك عينات الأرز. مجلس النواب الأمريكي يصوت اليوم على توجيه لائحة اتهام ضد ترامب بهدف عزله. رسالة مصرية إلى مجلس الأمن، الاتفاق الدفاعي بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. نقطة على السطر. صوت لبنان مجددا، أهلا وسهلا فيك أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح. نحن لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. شو رأيك ناخد فويس مسج؟ يعطيكم العافية. هلا بدي أسأل الأستاذ، هلا إذا أنا معي مصاري دولار بالبنك، طب أنا مني ما بدي أشتري شقة ب تشيك بانكير، طب هلا اللي ما بده هيك وبده مصريات ودولار ما في، وبتعرفي عم بينقطوا العالم بالتنقيط. طبعا بنحكى، سمعت حكي انه معقول يقلبوا المصاري يا نصهم يا كلهم يقلبون لبناني، مزبوط هالحكي؟ وعم بينحكى انه في بنوك يمكن حتبطل تسلم دولار. شو هالموضوع هيدا؟ بصراحة البنوكي خلص العالم بقى عندها ثقة بالبنوكي بالمرة. نعم. حتى لو الوضع يمكن تحسن، في كتير من الناس خلص ما عندها ثقة صار بالبنوكي. نعم، هيدا سؤال كتير مهم، على أساس اليوم عم بينقطونا حساباتنا بالدولار للمواطنين تنقيط. صحيح. يعني أول شي بلشوا بالألف وبعدين صاروا هلأ عم ينحكى أنه بالمئتين دولار. أنا عندي حساب بالبنك كمواطنة، أو حضرتك عندك حساب بالبنك، أنت بتعوزه لوقت الشدة بدنا إياه، ما بيعطونا اياه بوقت كانوا قبل يقولوا لنا نحن حدك ونحن معك شعارات
ونحن راحت البال. فعند أول أزمة إيه بس هي منا أزمة عادية، منا أزمة، برجع بقول مش عم دافع على البنوك ولكن منا أزمة عادية، والمشكلة الأساسية فيها مش معروف إمتى نهايتها لهالأزمة. برجع بقول اليوم المصارف عم تدير، عم تحاول إجراء احترازي وقتي ومرحلة، وبتمنى ما يكون مرحلة طويلة. أوكي، لا حق المودع، أكيد حق المودع ياخد مصرياته حسب قانون نقد والتسليف. ايه بس عم بيخالفوا القوانين. ايه يعني ممكن هون نفوت بمشاكل قانونية كبيرة مع الوقت يعني، عرفتي؟ ولكن هل دعوة قانونية عم تنربع؟ شوفي المصاري انسحبت من الأسواق أو من بعض البنوك مش كلياتها، مش من اليوم، المصاري انسحبت من شهر 9 وتحديدا من بعد ما صار عندنا مشكلة مع بنك الجمال. في ناس كتير سحبت مصرياتها، عم نحكي بحدود 3 أو 4 مليار دولار انسحبوا وحطوا بالبيوت، وبالتالي هيدا بلشت قصة سحب المصاري من قبل حتى الأزمة، أضاف إليها الأزمة، والأزمة وربما تكون طويلة، بطل في مجال فعلا، بطل في ثقة. ولكن لا حق المودع أكيد ياخد مصرياته لآخر ديرة، لآخر دولار كامل. نعم، يعني قديش هالصورة واللي عم بيصير عم بيشوه سمعة المصارف بالدول العربية؟ للأسف كتير، للأسف كتير، للأسف كتير. أنا يعني عم ببرم وشوف للأسف كتير. ما في لبنان بيتميز بشغلة كتير حلوة، وهي أي دولة تفقد الثقة بالقطاع المالي والاقتصادي وبالحكومة تتطلب سنين سنوات عديدة لحتى ترجع إعادة الثقة. بس إلا لبنان، سهل إلا لبنان، لبنان إعادة الثقة فيه أسرع بكتير. يعني أنا بقول لك يمكن إذا فعلا صار في عنا حكومة مثل ما هو عم مطلوب حسب الشارع وحسب ما الناس شو بدها، ما بدي أقول كلمة شارع، حسب الناس شو بدها، حكومة فعلا تقنية، تقنية ما عندها انتماءات سياسية، عندها الهدف الرئيسي إصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، دغري بترجع الثقة أسرع بكتير. وأنا مسؤول عن كلامي، يمكن بست أشهر بترجع ثقة بلبنان. مستقبل اتصال، مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور. من فضلك في عندي سؤالين. تفضل. أول سؤال، إذا عندي حساب بالدولار بأحد البنوكي بدي شيل قسم منه بتشيك بانكي وافتح حساب ببنك تاني، هون بهالحالة أول سؤال هيدا مسموح هالشي أو في شي مانع؟ وتاني شغلة، هالإجراء اللي نحن عم نحكي عنه هيدا إذا بعدين صار فيه إفلاس مالي ما بيكون أحسن بيكون واحد موزع مصرياته بين مصرفين بدل ما يكون مصرف واحد؟ شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. عم بدك تدله هلأ على طريق الأمان. هلأ نقل الحساب من بنك لبنك تاني ما في مشكلة طالما الأموال بعدها في لبنان. هيدا قرار هو إدارة الوديعة تبعيته أو إدارة أمواله للرجل. إن شاء الله ما يعني، شوف أنا بستبعد كل البعض أنه يصير في عنا فلاس مالي لدى المصارف. وخليني أقول تعميم مصرف لبنان اللي بيجبر المصارف لرفع رأس مالتها اللي طلع قبل تعميم 3-5-6، أنا بأكد وهذه معلومات أنه 6 بنوك من ألفا بانك من أي قدرت أوريدي جابت هذه الأموال. يعني بعد القطاع المصرفي هلأ فينا نقول بألف خير. أنا بأكد هذا الكلام، اتصال اتصال، مين معنا؟ ألو بونجور. بونجورين، معك مواطنين. يا هلا. بس بدي أسأل، عم بيقول أنه بحق له المواطن ياخد الإيداع تبعوله، طب لما الدولة بتحول المعاشات وبيعطوا نص المعاش وبكرة تعا وبعدين تعا وبعدين تعا، بس أنا بدي هذا السؤال أنه لما الدولة عم تحول القطاع العام المعاشات ليش عم بالبنوكي عم يعني ما في مصاري أوكي للإيداعات، بس المعاشات ليش ما عم يدفعوها كلها؟ وشكرا لكم. المعاشات ما عم تندفع إذا المعاش بالدولار، ولكن إذا المعاش بالليرة اللبنانية لم نشهد أنه ما اندفعت كلها. السيولة بالليرة اللبنانية متوفرة. هلأ اللي معاشه بالدولار وعم وإجا المصرف بيقول له ما بقدر أعطيك دولار، هذه صارت القصة معروفة، عم نعيد نفسنا. نعم. والمواطن ما عم يقبل ياخد، أو الشخص المعاش وما عم يقبل ياخد بالليرة اللبنانية لأنه المصرف عم يصرف له إياه على السعر الرسمي اللي هو 1500 بالوقت اللي بالأسواق أكثر بكتير. أمين عام اتحاد المصارف العربي وسام فتوح، منطق المصارف بالعالم العربي والدولي، شو النسب يلي البنك لازم يحتفظ فيها للسيولة؟ نسبة الملاءه بسموها ما يسمى بهذه اللي كنا عم نحكي فيها بشوي، اللي هي متطلبات الدولية أو متطلبات لجنة بازل، يجب أن تكون بين 10-12%. المصارف اللبنانية كان عندها أكثر بكتير من هذا الكلام، بحدود 14% مرة وصلنا.
للأسف بعد التخفيضات اللي صارت بالريتنج ايجنسيز وعملوا تخفيض على النسب، نزلت هذه النسبة إلى ما دون 10%، مما اضطر من مصرف لبنان إلى إصدار تعميم وطلب من المصارف أنه يرفع هذه نسبة الملاءة أو ملاءة المصارف. نعم. وبرجع بأكد، أنا حكيتها برجع بأكدها لنعرفها، في 6 مصارف من ألفا بانكس قدرت جابتها. أنا بدي أقول شغلة، في أفونتاج كتير كبير للمصارف اللبنانية وهو التالي: المصارف اللبنانية منتشرة ب 33 دولة في العالم، منتشرة بأوروبا، منتشرة بالخليج، منتشرة بأفريقيا. قصدك هالمصارف الألفة يعني هن الأي يعني أي بنك اللي هن 10 بنك 10 يعني شو مميزاتهم أنه بيكون عندهم فروع بالخارج؟ أكيد أول شيء بيكون موجوداتهم أعلى بكتير، ودائعهم أعلى بكتير، وعندهم تواجد. يعني فينا نسمي مثلا بنك عودي موجود بمصر، موجود بفرنسا، موجود بتركيا، فموجود بأكثر من دولة، اقتصاداتها كتير كبيرة. بلوم بانك كمان موجود بفرنسا، موجود كمان بمصر، يعني عندك بنوك كتير، كريدي لبنان موجود بالبحرين، موجود بإفريقيا. يعني هذه المصارف انخراطها بالعالم، برجع بقول 33 دولة في العالم، وأيضا انخراط المصارف العربية في لبنان. يعني عندك قطر الوطني، عندك بنك مصر لبنان، عندك سوسيتي جنرال، عندك بنك لبنان الفرنسي. هول مصارف مرتبطة مع دول أخرى، هول مصارف أكيد بتكون كتير قوية، ما عندك مشكلة معها. هيدا من السهل على المصارف، انه مش من السهل ولكن لا، اسهل لإلها انه تطلع من الازمه من مصارف اخرى. انا ما حكيت مع اي رئيس بنك او مدير بنك لبناني او عربي الا ما حسيت في اطمئنان لهالودايع. في ازمه كبيره عم تندار بشكل قاسي للاسف على المواطن، للاسف برجع بقول، بس ما عندهم خيارات اخرى. في اتصالات كثيره اليوم حاضرين، مستقبل كمان اتصال من ايه، تفضل. بونجور، يعطيك العافيه. يا هلا. انا عندي ودايع بالدولار مجمدون وعايش من وراهم 4 عيال، يا ترى بيروحوا ولا بيضلوا؟ لا 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 لا، برجع بقول يا عمي ما في خوف على الودايع، ما في شيء اسمه هيركات نهائيا. التعميم بقول التالي، التعميم 3-5-6 بقول التالي، اي وديعه من هلا ورايح، برجع بقول من هلا ورايح بيقبضوا. فوت اول شيء بدها تنزل الوديعة بعد الماتشوريتي ديت، يعني لما واحد لنقول استحقاق تبعيته 31/12 هالسنه 2019، ب 1/1/2020 تنزل الفايده ل 5% على الدولار و 8.5 حد اقصى، و 8 ممكن اقل، هذا خلينا نقول لانه اتفاق قلنا باستنسبيه. ولكن الفايده بدها تيجي، الفايده بدها تيجي تدفع الفايده، نسبه الفايده 50% دولار 50% ليره لبناني. نعم. اما المصاري الجديده الفريشمان اللي ممكن واحد يجيبها على السوق وحتى بالدولار، بياخذها كامل فايده بالدولار، يعني 5% بياخذ فايدتها كامله بالدولار الامريكي، مش مقصود اثنين. ايه بس بيعطوه نص دولار نص لبناني فيه. الجديدة لا، الجديدة لا، ما هو التعميم واضح. القديم الودائع القديمة صحيح الفايدة 50-50، ولكن اي فريشماني الناس اللي عم تجيب مصاري هلا، لنقول اجت مصاري اللي شوي اذا نقلناهم على بنك ثاني شوي بيستعمل، ما هو هون صار في كومبيتيشن، كل مصرف بيجي بده هيدي منافسه. الاتفاق. طيب اليوم الاحتياط الالزامي اللي لازم ينوضع بالمصارف المركزيه، هل يحق في احتياط الزامي موجود؟ هل يحق لمصرف المركزي التصرف بهالمبلغ اللي هو احتياط الزامي؟ الاحتياطي مازال، يعني نحن اليوم كنا عم نحكي ب 40 مليار، اكيد هلا نزل عم يحكوا ب 36 او 33 مليار. هو في 30% احتياطي الزامي، يعني اللي عنده وديعه 100 مليون بيقول له البنك المركزي، بيقول له اعطيني 30 مليون حطهم بالبنك المركزي. هذه سياسه لحمايه البنوك لاي صدمات، حتى بحال افلاسات مشان يعطوا الودائع، او بحال اللي صار مثلا ببنك الجمال وشهدنا انه كل الناس اخذت ودائع. نعم. بعد ما تسكر بنك الجمال. في اتصالين. ألو. ناخذ اتصال مين معي؟ صباح الخير. يا هلا، تفضل. يعطيك العافيه، تحيه لضيفك الكريم. انا بس بدي اقول شغلي انه اليوم نحن كوضع بلبنان هو وضع سياسي بامتياز، يعني واضح انه وضع سياسي، لا شك انه وضع مالي كمان ووضع مالي دقيق، بس انا مش مبين، مش مبلش من هلا، بلش من قبل. انا اليوم بحس انه 3/4 اللي عم يتهافتوا على اموالهم وعلى ودائعهم عم بحطوهم بالمنازل. يعني ضيفك الكريم بده يوافقني بهذا الموضوع انه في مليارات بالمنازل اليوم، وهذا شيء خطر. ما عاد عندهم ثقه بالمصرف، ما عاد عندهم ثقه، بس اليوم التهافت لحاجه، لازم ينفصل عن التهافت لخبي مصاري. يعني لازم يصير في تحقيق على كل واحد بده يسحب مصرياته، لانه في ناس مثلا بحاجه لتدفع اقساط جماعيه، في ناس بحاجه لاشياء مستلزمات ضروريه بدها تسحب من جزء من مصرياتها. فبتصور ليه ما بيكون في اليه لنحدد كل شخص قد ايه لازم يسحب مصاري، او ليه بده يسحب مصاري، لنشوف اذا بنعطي اوكي على الموضوع ولا لا. فهذا سؤال. شكرا. سؤال نعم، عندك ايه، تفضل. بالنسبه لموضوع الهيركات،
هل يا هل ترى نحن بسنين او سنوات لحتى نرجع لاستعادة الثقة؟ هل يمكن لانه ما في ولا مصرف في العالم بهيك حالة بيقدر يصمد الدنيا بغض النظر عن وضع البلد او الديون؟ هل يا هل ترى نحن نقدر نكفي او نقدر نستمر من دون هيركات؟ لانه كل الاقتصاديين بيقولوا بدون هيركات نو واي بدنا نعمل دروب كثير قويه. بس هذا سؤالي الثاني. بدي شكرا. تفضل. اول شيء الجزء الاول 100% معه حق. لا يجوز ابدا واحد يسحب اكثر من حاجته ويحطه بالبيوت. موضوع حتى عم بيساهم بتحقق اكيد ما مشان هيك المصاري عملت هذا الكنترول، لانه انعدام الثقه بشخص خايفين عم يحاول يسحب قد ما كان يحطه بيته اكثر من حاجته اليوميه، وهذا كلامه كثير مزبوط. فاذا وانا قلت انه اليوم انسحبت مصاري بنحطت بالبيوت من شهر 9 من وقت ما صار في مشكله مع بنك الجمال، وبالتالي هذا امر خاطئ. وكل السياسات الماليه بالعالم في شيء بيقولوا الفاينانشال انكلوجن او الشمول المالي، يعني اي واحد معه مصاري بالبيت لازم ينفتح له حساب ويحط مصرياته بعد المصرف. اليوم عم نشهد شيء اسمه فاينانشال اكسكلوجن، يعني عم نسحب هالمصاري ونحطهم بالبيوت للاسف، والسبب الرئيسي انعدام الثقه. موضوع الهيركات انا ماني شايفه ابدا. استقبل كمان اتصال اخر. مين معنا؟ تفضل. ألو بونجور. بونجورين. أنا كمان رح أسأل هالسؤال للمسيو اللي عم بيحكي معك. هل أنا ما معي 10,000 دولار بالبنك وأنا مضطرة ساوي تمي، أنا عندي قسطات بروح لأسحب بيعطوني 300 دولار بقولوا لي تعي كمان آخر الجمعة، كل ما هيدا عم بيصير مش بس معك، عم ياخدوا 6 دولار على كل محاسبة بيعملوها، يعني 12 دولار بياخد البنك مني بالجمعة. ليه؟ يعني هذا منطقي اللي عم بيصير. كل اللي معي ما معي مصاري. صح. للأسف. اشتري ادفع أطلع. للأسف. صحيح. صح. للأسف. ما كنت معها. مني 6 دولار. للأسف. للأسف كتير معها. شو للأسف. ما يعني معك هو مش مالك مصرف. اتحاد المصارف العربية هو جمعية على مستوى إقليمي وليس مصرف، يعني ما في تداول بالأموال، هو جمعية كيف جمعية مصارف لبنان، ولكن على مستوى إقليمي. ولكن صرختك مدام أنا بأيدك فيها، وهيدي بتطبق علي أنا شخصيا بتطبق أي شخص. نعم. يعني ما عم نقدر نسحب حتى لو بدي روح عند الحكيم، حتى وبعدين حتى لو بسحب عم يخدوني إذا عم بسحب بالدولار الأمريكي. صحيح. نعم. بس عندكم دور أنتوا اتحاد المصارف العربية بوضع مثل وضع لبنان يلي المدين الأساسي هو الدولة، ديش دوركم هوني تقدروا تساعدوا على هالوضع؟ في وجع عند الناس، في غضب عند الناس، ناس سائرين بدون مصرياتهم، ولا مرة بلبنان سابقة يصير معهم هيك مشاكل مع في المصرف. آليات بيتبعوها كل هالجمعيات المصارف الموجودة، يعني حتى جمعية مصارف لبنان هي ليس جهة تنفيذية، الجهة التنفيذية الوحيدة في العالم هو البنك المركزي وليس جمعيات المصارف. اليوم حتى الآليات اللي أخذتها جمعية المصارف هي بحيث القانون هي منا جهة، منا قرارات تنفيذية، ولكن مثل البروتوكول اتفق عليه المصرف وعم بيحاول يطبق ما فيه مع العميل، يعني ضمن الإطار القانوني. ولكن الجهة التنفيذية هي البنك المركزي بكل دول العالم، لا اتحاد المصارف ولا جمعية مصارف لبنان ولا أي جمعية مصارف المغرب ولا الأردن ولا مصر، ما في جمعيات مصارف فيها تعمل جهة تنفيذية. الاتحاد بدوره أكيد دوره عربي، أنا بأكد من موقعنا هيدا. نعم. أنه مجلس إدارة الاتحاد وسيد رئيس الاتحاد عم يعمل كل جهده وكل اتصالاته مع الصناديق العربية لإعادة الثقة ولبنان. أنا برجع بقول لابد من ثقة حكومية سياسية داخلية تبلش بالسياسة. ساعتها كل شيء ببلش بالسياسة. في اليوم عم نطرح الموضوع صندوق نادي الدولة الـ IMF، يعني إذا بدك هلأ شوي بنحكي عليه. أكيد. وهذه ضمن الآليات اللي ممكن أكيد حل للبنان. حل ولا وجع أكتر؟ شوفي إذا بدنا نفوت بمواضيع أنه ناخد أموال من الـ IMF، لا في وجع على الفقرة للأسف. لأنه الـ IMF عندها شروط قاسية، موضوع الضرائب، موضوع تحليل الصرف. أنا حاليا إذا بتطلع بموضوع الـ IMF صندوق نادي الدولة بشوف أنه لازم ناخد معونة تقنية وليس معونة مالية. نعم. لبنان ما بيقدر هلأ حاليا ياخد معونة مالية من صندوق نادي الدولة. بس نحن نتوجه لكم، يمكن لازم يتوجهوا لهم للمصارف العربية قبل ما يتوجهوا لصندوق. خلينا نحكي عن هالموضوع من بعد هالاتصال. مين معنا؟ صباح الخير. تفضل. معك مواطن عامل ما عم يقدر يسحب معاشه. ايه موجع كل العالم مدام معاش. هيدا معاش. يعني هيدا عن اجر. هيدا عنده اجر. هيدا فريش ماني الشركة بتحط لنا ايه. نعم. هيدا فريش ماني الشركة بتحطه. ليش بدي يحجز عليه كل الشهر؟ ما هيدا نفس المواضيع اللي نحن عم نحكي فيهم. ماشي. ليش المصارف بدها تعمل تكشف، يعني هذا اسمه تكشف، يعني عم تكشفوا بالدفع للعالم على العامل. مش ما بتحط، ليش هربت له مصرياته للأثرياء؟
ما هاي هون كمان هذا انا بدي العدل، العدل بيكون على الكل مش بس على الفقير وعلى العامل مثلا. نعم مش مش انا بروح بقرب له من 23 ل 28 تشرين بعد الثوره، اثناء الثوره، اثناء ولا عن الثوره، بروح بقرب مصرياتهم كيف هيك؟ ما هذا ما بيصير معي، اذا هن خايفين على البضائع وعلى المصارف وعلى الليره وعلى الدولار، ما بروح بقرب مليارات لبرا. رح جير انا سؤالك. ايه ما هن بيعرفوا المصارف بتعرف، خلي تكشف، خلي تكشف مصرف لبنان، وليش رجعت البضائع من سويسرا؟ في بضائع ورجعت من سويسرا ليش؟ نعم شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. رح جير السؤال لضيفي الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مروان سكندر. بدي صبحك بالخير وأهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. فيك أهلا فيك. في وجع عند الناس، وجع الناس موجوعة من التعامل مع المصارف، حتى اللي معهم أموال ما عم ينعطولهم اليوم، يعني هالثقة انفقدت بين المصرف والمودع. طيب اليوم هل الدنيا يعني لوين واصلين بهالإطار دكتور مروان سكندر؟ من أبسط ما يكون لك شيء التالي عم تقولي المودع. شو الوديعة؟ الوديعة يعني أعطيتي مالك لواحد يحافظ عليه. نعم. لما البنوك بيقولوا أنه ما بدهم يحولوا لبرا، ما عندهم إذن يحولوا لبرا، أولا مين عطيهم الإذن؟ كل هالتعليمات من جمعية المصارف مش من مصرف لبنان. خلينا نكون عند هالقصة من المصارف مش من مصرف لبنان. ليه يعني صفحة. اليوم عم نشوف تعاميم عم يصدرها حاكم مصرف لبنان وتلتزم فيها جمعية المصارف. التعاميم ما هي كانوا بيحولوا أو ما بيحولوا، في تعاميم أنه يزيدوا رأس مالهم لحتى يجربوا يجيبوا، يعني مصرف لبنان يجرب يجيب عبر زيادة رؤوس أموال المصارف 4 مليارات و 400 مليون دولار بين آخر هالسنة وآخر حزيران من السنة الجاية. نعم بلا هذا التعميم تبع زيادة رأس المال 20%. هلأ رؤوس أموال المصارف هي يعني 22 مليار، فال 20% بتطلع 4 مليارات و 400. نعم دكتور. نعم. اليوم النظام المصرفي بلبنان هل هو على شفير السقوط كما يعتقد البعض؟ هلا ما في في قانون نقد وتسليف ما هيك؟ نعم. هذا قانون نقد وتسليف بيسمح للمصارف يتصرفوا هيك؟ نعم. لا ما بيسمح. بعدين هالمصارف اللي عم يتصرفوا هيك ما عارفين انه هن عم ينتحروا بسم. ليش؟ إذا ظليت سنة هيك، إذا ظليت سنة هيك قديش بيضمر الدخل القومي؟ بيضمر بين 10 و12%. واعيين على حالهم شو عم بيعملوا؟ أكبر ضرر هو تصرف المصارف بالوقت الحاضر. ومين أكبر المصارف؟ أكثرهم تقثيرا على الناس. أنا بقول لك في مصرف ما رح نسمي، بس في مصرف بخص أحد المصرفيين الكبار عامل صندوق استثمار بسندات لبنانية، استحق وقت تسديد هالشي، خسران 45%، ما عم بيسدد للناس، بيقول لهم بعطيكم شكات بعد 3 شهور. هذا تصرف مصرفي؟ طب اليوم شو ما شفنا تصرف شو السبب بهالخفة بأي بلد من البلدان؟ كيف بدنا نستجلب نحن وديع؟ دخليك هلأ إذا واحد بده يبعث لأهله، تعرفي أنت أنه الشيء الوحيد اللي كان بعده عم بيجينا هو تحويلات المغتربين اللي أو اللي عم يشتغلوا بالخليج أو بأفريقيا. هودي رح يرجعوا يبعثوا مصاري لحتى جبرا يحولوها للبناني بالمصارف. طيب اليوم شو الرؤية أو عندك دكتور مروان سكندل للمواجهة وللخروج من هالمأزق؟ شو لازم يصير؟ في مأزق يعني كتير خطير عم يتعرض له لبنان بقضية المصارف والتعامل مع المودعين. طيب شو السبل للخروج من هالمأزق؟ يعني إذا المصارف ضلت تتصرف هيك كوني أكيدة رح كتير من المؤسسات توقف عملها. رح كتير من التلاميذ اللي بيستحقوا ياخدوا ثقافة عالية بالخارج ما يقدروا يروحوا، لأنه ممنوع تحول لقصة التلميذ، ممنوع تحول شيء لآلة طبية أساسية مش موجودة إلا تتروح لا تبعتي حدا لا يشتريها من المحل المعمولي. يعني أشياء فيها أشياء مأساوية حقيقة.
أعطيك مثل بدون تسمية المصرف. واحد لبناني زاد أو أخذ أسهم بمصرف كبير $105 مليون من 6 شهور، اليوم حقهم 50 مليون. يعني بصير كمان نحن نفتكر أنه رح نجيب استثمارات، لما بيجينا استثمار من هالنوع ومنلاقي أنه راح نصه ب6 شهور، شو يعني معناتها؟ وين هن المصرفيين اللي عم بيأكدوا للناس أنه ودايعكم مضمونة؟ كيف مضمونة وما عم تعطوا؟ واحد صديق لقلي عنده 3.5 مليون بأحد أكبر البنوكي، نعم، راح ياخد $20,000، قالوا له نعطيك $100، نعم، قال له نعطوني $100 وعطوني التوصيات اللي صادر عن جمعية المصارف، وراح عند محامي وكلفوا يم دعوة على البنك. نعم. سؤال كمان، المصارف اليوم عم بتفاوض يعني المودعين كمان بهالقصص، وبدنا نقتل الاقتصاد، وبدنا نقول انه هالمصرفيين هن اللي حاميين العملة؟ لا، مش هن اللي حاميين العملة، هن عم بيحموا حالهم. ولو في لو في لو في هون قضاء متحفز، لو المدعي العام المالي بيقول نحن رح نحجز على اموال رؤساء مجالس الإكبار الإدارة والمدراء العامين لأكبر عبر لأكبر 4 مصارف لغاية ما تنحل الأزمة، بتشوفي شو بيصير. نعم. بإيطاليا 13 مصرف يحطوهم بالحبس. نعم. المصارف عم تبتز عملائها، هلا عم بيقولوا عقارات مقابل الودائع، يعني عم تفرض اليوم شراء أسهم كمان لزيادة رأس المال. ما مدى قانونية هالشي؟ هيك خليتيني على الهواء انا وعلى المحكي اللي حكيته. ايه اكيد على الهواء. ليه؟ ايه خير، شكرا لك، لانه يعني اليوم التعليقات بتلاقيها وكانه بدها تعطي عذر لاصحاب المصارف، ما في لهم عذر. نعم. انا بدي اشكرك ضيف اليوم الخبير المالي والاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، وبدنا رد على هالكلام، هل من عذر على المصارف؟ بس قبل في اتصال، مين معنا؟ نقطع الخط يمكن بينه وبين المتصل. اليوم هل في عذر للمصارف تتصرف هيك تصرفات اليوم؟ عذر قانوني؟ لا، عذر قانوني اتحاد المصارف العربية. انا يعني طبعا استاذ كبير دكتور مروان، يعني ما في خلاف، انا شوي بعارضه على قصة المدعي المالي وهذا، يعني اليوم مصارف عم تعمل جهدها. نعم. برجع بقول الكلمة كتير مهمة، انا كل تصرفات المصارف هي ردات فعل وليس فعل. خلينا نعالج المشكلة الأساسية اللي هي الحكومة. نعم. وبالتالي الأمور بتمشي. يعني اليوم اللي عم بيصير مثل ما قلت غير قانوني. في عنا اتصال، في فويس مسج خلينا ناخده قبل الاتصال. خلي معنا. بدي أسأل سؤال، في كتير مهاجرين لبنانيين يرغبوا أو بتمنوا أو قادرين يبعثوا تحويلات من برا للبنان، وهي بتدعم الاقتصاد بالعمل الصعبة. نعم. ليش ما بن يعني حتى كان في حاجز انه هالتحويل بالدولار او باليورو حيقبضوا المحول له بلبنان باللبناني، ليش ما بيتحول انه يقبضوا مثل ما تحول، وهيك بنجيب عملة صعبة وبتساهم بتعزيز الساقة. نعم. خلينا نجاوب على هالسؤال. هلا بدي استقبل كمان اتصال. مين معنا؟ صباح الخير. يا هلا. انا عندي سؤال بس بخصوص المصاريف، هلا كرمال الاخدين قروضات اسكين عم بيقولوا انه اذا نحن ما دفعناهم بيحجزونا عشاءنا، بس نحن عم ناخذ بس معاش. اول شغله ثاني شغله، ما هن مصرياتنا معه، ما عم بياخذوا معهم، يعني هو بده يعني اعطيه ادفع له انا الكارت تبعه ويعطيني مصرياتي كمان. لا لا لا. نعم خلينا نجاوب، تفضل. لا لا، ما يعني ما ابدا هذا الكلام منه دقيق يعني، ولكن بالعكس في تسهيلات من المصارف حتى من مصر الاسكان، وعندي معلومات يمكن ربما لاول مره بدي اقولها، في تعاميم جاي هلا من مصرف لبنان حتى تنزل الفوائد على القروض، وهذا امر جيد وجيد جدا. هيدي معلومات تكشف لاول مره. لا اول مره فعلا، انه ان شاء الله حيكون في عندك تعاميم لمصرف لبنان تنزل الفوائد على القروض، وهذا شيء بينعكس على الشعب وعلى الدوله بحد ذاتها، لانه لما تخفف العبء للدوله وبالتالي يمكن فيها تطلع. الأهم اليوم الشعب إنه في الفوائد حتنزل عن القروض، وبعتقد كمان حيسمح لبعض المصارف فتح اعتمادات قريبا إن شاء الله. يعني أبرجع بقول أنا متفائل، كل وجع الناس مزبوطين، ما عم بحكي أبدا، كل شيء بيقولوه إن إحنا معه، ما أنا كمان نحن من الشعب بس عم نفسر. كمان نستقبل اتصال. مين معنا؟ ألو. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. لو سمحتي أنا بدي أسأل سؤال،
الستة دولار اللي كل ما يروح الشخص يسحب على الميتين دولار او التلتمية دولار اللي بيعطيهم ياهم البنك رايحين لحساب مين او لأي جهة؟ يعني ما هو البنك بيقول التحويل 1515، لما ياخد على الميتين دولار، على الميتين دولار ستة دولار يعني مع يعني بياخد 12000 غير على الدولار الجديد. كيف والصالح مين بيروحوا الستة دولار؟ نعم، لصالح مين بيروحوا الستة دولار؟ ما بعتقد عم يتاخد. أول شيء من حقيقة يمكن يعني من مصر وضيفتنا في لبنان، ما بعتقد عم يتاخد ستة دولار على 200 دولار كمان. نعم. بيسحب العميل بيسحب 200 دولار وياخدوا عليهم ستة دولار، لمصلحة مين بيروحوا ولأي صندوق بيروحوا؟ إذا هذا الكلام صحيح حسب كل مصرف، أكيد المصرف العميل. كانت بتحكي دلوقتي وبتقول لك عايزه اعمل سناني، وراحت تحكي وبتاخد الستة وبياخدوا من كل الناس ستة دولار. ليه؟ بأي حق؟ نعم، هيدا خلينا نحكي عن هالموضوع. لا ما في حق طبعا، ما في حق. ولكن هو هل فعلا انا يعني ما عندي معلومات انه المصرف عم ياخذ 6 دولار على مبلغ 200 دولار، ال 6 دولار عم تكون على، وهذا مش مزبوط يعني، مش هذا مش قانوني، كله بخالف قانون النقد والتسديد وقانون الموجبات على ال 1000 دولار، ولكن مش عم اقول هذا شيء مزبوط يعني. نعم. خلينا نكون واضحين. اتصال مين معنا؟ الو مرحبا. مرحبتين. بدي اسال سؤال، ليش ما بيكشفوا عن السريه المصرفيه للاشخاص اللي هربوا مصرياتهم لبرا؟ تكرم عينك، تكرم عينك. ويجيبوا كل واحد مليار مليار مليار، بيسكر العجز كلياته. لا، لما بتصير في تطبيق للقوانين مش هيك استاذ وسام؟ السريه المصرفيه هذا قانون، يعني قانون ولازم يتطبق. كمان نستقبل اتصال مين معنا؟ الو بونجور. بونجور، يعطيك العافيه. شكرا. استاذ زاهر. ايه تفضل. انا حقيقي انت ضيفي، بس كنت الاستاذ اللي معي كان عم بقول انه جاي هلا قوانين اما تعاميم سريع عن مصر لبنان كرمال تخفيض الفوائد على القروض. انا بتصور من دو سمان كان على اساس انه يطلع التعميم بطريقه سيميل تانيه، انه تخفيض الانتري على المجمد مصريات وعلى القروض، انما بالاول طلع على التجميد المصاري ما طلع على القروض. دونك هاي المعلومه هي منها جديده. هيدي دو اليوم يلي اخذ كارد، هي الانتري كومبوزي، يعني باول سنه اما سنتين بيكون دفع 80% من الفايده. دونك هذا اليوم القانون ما بيفيد. هيدا دو ترو اليوم مصرف لبنان هو مؤسسه خاصه بالنهايه. انا اليوم رحت حطيت مصرياتي فيه، ما بيهمني وضع البلد، انا لما عوزهم بده يعطيني اياهم، ما في يجي يقول لي وضع البلد. نقطه على السطر. صحيح، نقطه على السطر. ما انا ما شكرا. شكرا لك. شغله بس اخيره، برايك انت مين بعد يوثق اليوم بالقطاع المصري؟ عم بيقول انه ما في يوثق، بس قال الثقه يعني تسترجع بسرعه بلبنان. اذا انا اليوم ضبط البلد، مين بعد يحط دولار بالبنك؟ انا عملت ستاتستيك بين المستمعين، مين بيسترجع بعد يحط دولار بلبنان؟ طب خلينا نعمل، انا بدي اشغل كمان اتصال. مين معي؟ مين معنا؟ كمان قطع الخط اليوم، يعني سمعت وجع الناس اليوم. شو نوع المساعدة نحن وضعنا هيك بلبنان؟ شو نوع المساعدة اليوم اللي ممكن يقدمها القطاع المصري في بالعالم العربي إلى القطاع المصري في اللبناني بظل هالظروف؟ يعني إذا عم تسأليني ست نوال، يعني بلا شك هو موضوع الودايع أكتر شيء. هلأ أنا الرجل اللي ذكر إعادة الثقة كتير معه حق، كتير معه حق. يعني هيدي أكبر مشكلة حاليا موجودة، ليس فقط إعادة الثقة بقصة أنه نجيب ودائع جديدة، لا، بل الودائع الموجودة عنا خوف أنه تنسحب، مثل ما ذكرت في أموال كتير كبيرة للناس الغير مقيمين، وكل الناس بدها مصريات اليوم. نعم. أكيد هذا موضوع مشكلة كتير كبيرة ما في حل لها. موضوع التعميم، طلع تعميم مثل ما ذكرت، هذا التعميم خفض الفوائد بيوفر سيولة للبلد، ويلحقوا تعميم آخر لتخفيض الفوائد على الكل. كمان اتصال من معنا؟ ألو، ألا معكم. الله يحفظك. انا كان عندي حساب باحد البنوك، سحبته وبقي علي فيه 873 دولار من سنة 2015. رحت لاسحب، اجلوني كل مره، تعدت مشاوير، حطوا لي شرط انه بدي اتنازل بس بيدفعوا لي 500 دولار من اصل 873. عديت مرات اتصل، عملنا خناقه نحن وياهم، اخر شيء انا قبضوني 512 دولار من أصل 873. نعم، خصم علي 363 دولار. يعني ايه، يعني بتطلع وبنزل مثل المنشار. كمان اتصال من معنا؟ الو بونجور. بونجورين. انا اخذ قرض من البنك، ضل له سنتين بده يخلص، عرفت كيف؟ وعندي انا حساب بالدولار بالبنك،
بجي انا بشتغل مهنه حره كمان بشتغل اغراض بجيب اغراض بروح مثلا بدي ادفع تشيك ما عم ياخذوا مني وعم يحل اغراض مثلا ما بقدر اشتري ما في سيوله بدي اروح على البنك ما بيعطيني الا 200 دولار طيب هاي الخساره اللي انا المهنه حره الكارت كيف بدي اقدر اوفي انا ما عم بقدر اشتغل ما عم بقدر اشتغل يعني بدي اسحب مصاري تعيش اغراض بحر ومعروف اسمي بالبنك وكذا وصار لي 17 سنه بالبنك ما عم يعطوني مصاري تقدر اشتغل دولار. خلينا نختصر انه في مشكلة في مشكلة كتير كبيرة وجع الناس وهيدا شيء لا قانوني ولا بيتبع اي قانون موجود واليوم بدنا نحكي عن هالموضوع يعني قديش الثقة اليوم ممكن تصيب المصارف نتيجة عم بيصير مع الناس والمواطنين كما اتصال من معنا ألو صباح الخير صباح النور أنا بدي أسأل بس سؤال نحن مودعين مثل كل هالمودعين موجودين بلبنان إنه مصرف المصرف المركزي عم بيطلع تعاميم ومراسيم وما بعرف شو ما بتدق إلا بهالمواطنين اللي عندهم رأس مال يعني حي الحيلة والفتيلة مثل ما بيقولوا طب ما الداتا موجودة عندهم بمصرف لبنان كل واحد حول بشهر تشرين او من ايلول لهلا يا خي تعال لكم هن كلهم سياسيين واصحاب اموال ورؤوس مال كبيره كل واحد بيعرف اساميهم طلع مرسوم فيهم انه حولوا لنا 100 مليون 100 مليون على الماسه شكرا 100 مليون عنا مثل 100 ليره عنا نعم شكرا لك صرخه الناس ووجع الناس مين بده يجاوب علي القطاع المصرفي اللبناني كنت سالتك اليوم امين عام اتحاد المصارف العربيه إنه شو نوع المساعدة الممكن يقدمها اليوم القطاع المصرفي العربي للقطاع المصرفي اللبناني اليوم المصارف بحاجة لسيولة بتدينوهم تعطون مصاري ما في دولة بالعالم أو مؤسسة خاصة بالعالم ممكن تدين مصاري أو تحط وديعة إلا إذا في ثقة بهذه الدولة كنا عم نحكي شوي على موضوع صندوق نقد الدولة صندوق نقد الدولة أول شيء نحن عنا كوتا بالصندوق لبنان عنده كوتا بحتي 900 مليون دولار إله حق ياخد مصاري ولكن دايما شروط في شروط لصندوق نقد الدولة هلأ عم نحكي فيها من بعد هالاتصال من معنا ألو صباح الخير صباح النور يعطيك العافية أهلا وسهلا فيك ليكي عم بسمع حرقة الناس أستاذ طلال مقدسي نعم عم بسمع حرقة الناس الناس معها حق والبنوك محرجين الموضوع عندنا بلبنان مشكلة ثقة والثقة مش بالنظام المصرفي بالأساس النظام المصرفي عم يدفع ثمن عدم الثقة بالنظام السياسي أو مش بالنظام السياسي برجال السياسي وبالعمل السياسي وبالموقف الحرج يلي وصلت الدولة والسياسيين والحكومات الحكومات المتتالية من 1990 لليوم وصلت الدولة للمدينة الكبير لدى المصارف مصارف لبنان مميزة أول شيء عند 15% مثل ما قال ضيفك اللي عم يحكي بالمنطق وباللوجيك عند الودائع بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان بعدين في مبلغ بيخلوه ليكويديتي يعني 5-10% نحن عنا بلدان يمكن أكثر من 5 أو 10%. البنك أوف أمريكا بأمريكا الكبير إذا بيروحوا العالم كله لتاخد مصرياتها بيسكر وبيفل لأنه في 25% من أموال المودعين موجودة احتياطي إلزامي وموجودة ليكويديتي لتدفع للناس اليوم كل الناس راح تاخد فلوس عند البنك ما هذا البنك مبين الفلوس والمدين للبنوك هو الدولة اللبنانية فشل الدولة اللبنانية فشل معه الفلوس فشل معه الأموال والعالم خافي نعم أخذت فلوس وحطتها ببيوتها لأنه عندها اكسبيرينس من الحرب الأليمة اللي مرت لألا لا يعيدها لا على لبنان ولا على أي بلد ثاني نحن اليوم كمواطنين إذا عنا ومنحب أنه نسترجع فلوسنا في عمل وحيد نروح على البنوك وناخد حاجتنا اليومية ليضل استمرارية البنك لأنه لابد من هالسايكل يرجع يثبت وترجع البنوك تقلع وساعتها الفلوس كلها بين إيدين العالم كله أما إذا بدنا نتهافت كلنا وناخد كل مصرياتنا المستحقة والمش مستحقة هون بتكون خرب بيوت الفلوس وخرب بيوت عدنا إحنا البنوك ونحن المواطنين المودعين بالوقت ذاته ولكن في شيء تاني كثير مهم بعض البنوك وبعض مدراء البنوك بيتصرفوا بفوقية مع بعض الناس
خلي العالم ومدراء البنوك والمسؤولين يكونوا شوية لطفاء مع الناس، يحكوا شوية منطق. والبنوك الثانية، وفي بنوك سمعت الأستاذ مروان الكامبر عم يحكي، لا اللي عم يحكي كخبير اقتصادي يحكي فيه ما عندي مانع، بس تعاطي البنوك مش مزبوط. البنوك أي تحويل لمدرسة كان متواصل خلال سنة أو ست أشهر عم بيكملوه، بس اللي بين يعملون ابني بالمدرسة وابن مرتب المريضة. نعم شكرا. هاي مشكلة تبعنا. شكرا لإلك. شكرا لك استاذ طلال مقدسي، اهلا وسهلا فيك عبر اذاعه صوت لبنان. اليوم كنا عم نحكي في وعد كان من عدد من البلدان بمساعده لبنان، يعني خصوصا قطر وغيرها كمان الامارات، وعود ما تنفذت. اليوم يعني كنا عم نسال انه ممكن الوعود تصير موجوده نتيجه هالاوضاع اللي عم نعيشها من المصارف العربيه، وعود ستنفذ؟ اول شيء بدي احيي استاذ طلال على البريفنج اللي عمله بشكل كتير جيد، يعني هذا الكلام كان كلام منطقي وحلو، وخاصة فيما يتعلق بالناس اللي عم تتهاتف على المصرف تاخد أكثر من حاجتها. نحن كلنا كشعب لبناني لازم نوقف حد يعني حد بعضنا بهالأزمة. ستنا ما في دولة برجع بقول فيها تساعد دولة أخرى إلا إذا كان في ثقة بهذه الدولة الأخرى. اليوم فخامة الرئيس عمل اتصالات كتير مع قطر بعدين وعدة دول، وفي طبعا اتصالات جارية بشكل يومي من قبل دولة رئيس الحكومة، ويعني عدة اتصالات أخرى، وفي تواصل مع المجتمع الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وفي آليات عم تنعطى وبده يشوفوا كيف ممكن نجيب أموال. أنا بقول كل هالاتصالات حتجيب نتيجة. برجع بقول في شرط لجيب نتيجة، شرط هو حكومة، يعني شرط يكون عندنا ثقة بحكومة تكسب ثقة الداخل قبل الخارج. وبالتالي إعادة الثقة في لبنان بشكل عام وفي الحكومة تبعيته وفي القطاع المالي والقطاع الاقتصادي أسرع من أي دولة أخرى. ربما الدول الأزمة اللي عم يمرق فيها لبنان لو مرقت بدولة أخرى بدها على الأقل 5 سنوات ل10 سنوات لإعادة الثقة. لبنان بعتقد من 6 أشهر لسنة بعيد الثقة. ولكن نبدأ بالإصلاح السياسي والاستقرار السياسي، بعدين نعمل إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي. نعم. طيب اليوم القطاع المصرفي هو جزء من اتحاد المصارف العربية، طب ما يستحق مؤتمر تساعدوا فيه؟ نحن حاضرين يعني بعدة مجالات حاضر، وبرجع بقول لك اليوم يعني رئيس الاتحاد المصارف العربية ومجلس إدارة الاتحاد وقف حد لبنان بشكل كتير قوي، ولمسنا هذا الكلام بآخر اجتماع عمل بالقاهرة، ومستعد يعمل كل المساعدات أو الاتصالات اللازمة مع المصارف العربية والصناديق العربية. أنا شخصيا قمت كمان بعض الاتصالات والكل مستعد يساعد ويساهم. إذا بتطلع على دور الصناديق العربية بلبنان من سنوات عديدة، أموال كتير كبيرة، استثمار بالبنية التحتية وأيضا استثمار بالتجارة. هلا حاليا ما بعتقد انه صار في قله، مش بعتقد يعني في قله ثقه وعدم ثقه لحتى يساعدوا اكثر. فاذا اليوم قبل ما نعمل حكومه بشكل جيد تكسب الثقه، ما بعتقد هالصناديق العربيه او الصناديق الدوليه او الحكومات او البنوك المركزيه العربيه حتساعد لبنان باي وديعه ما لم فعلا يرجع اعاده الثقه. طيب اليوم العلاقه من بعد ما تخفيض تصنيف المصارف، يعني في اشكاليه اليوم في تخفيض تصنيف لبعض المصارف اليوم، وهذا السبب شو تأثيره على نسبة الملائة المصارف، وهذا السبب اللي ذكره دكتور مروان بموضوع إعادة الرسمة أو رفع الرسمة اللي بحدود 4 مليار. برجع بأكد أنا يمكن هاي معلومة جديدة قديمة ما بعرف، برجع بأكد أنه في 6 مصارف قدرت لغاية اليوم بعتقد جابت شي 2 مليار دولار. كأمين عام وعندك اطلاع وخبير بالاقتصاد، ما بتعتقد اعتماد لبنان على موازنة 2020 بضريبة على القطاع المصرفي اليوم عم تتآكل أرباح القطاع؟ يعني حرام. نحن شهدنا اخر سنتين في دبل تاكسيشن على القطاع المصرفي، وحتى الفاينانشال انجينيرنج اللي صارت والارباح اللي صارت بالمصاري دفعت ضريبتها بحدود 700 مليون دولار عفوا. وبعتقد في فتره من الفترات اللي السنه الماضيه تمول سلسله الراتب والرواتب بهذه الضريبه اللي دفعوها المصارف. حتستمر المصارف تدفع ثمن بهذا الموضوع، حتستمر تدعم الاقتصاد بهذا الموضوع. انا برجع بقول مش عم دافع على المصارف، بس احد القطاعات اللي عم تدفع ضريبه مثل الشعب اللبناني اللي عم يدفع ضريبه اكثر واكثر. للاسف ندفع ضريبه وما بناخذ خدمات، يعني واحد بيدفع ضريبه ليكون في طرقات جيده، بيدفع ضريبه ليكون في كهرباء جيده، بيدفع ضريبه ليكون في عندنا مستشفى وحكمه جيده.
عم ندفع ضرائب ولكن مش عم ناخد بالمقابل الخدمات الاجتماعية، الحد الأدنى بالخدمات الاجتماعية اللي أي دولة بتأمنها لشعبها بحال هو فعلا عم يدفع ضريبة. نعم. طب معروف أنه مشكلة لبنان سياسية، هل تلقى اتحاد المصارف ضغوطات من الخارج لعدم التعامل أو مساعدة القطاع المصرفي اللبناني؟ أبداً 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 أبداً، بالعكس تماماً، كل القطاع المصرفي متعاطف مع لبنان وفي ودائع كبيرة، وكان لبنان يلعب دور كتير مهم بموضوع البنوك المراسلة. يعني في عدة دول عندها مشاكل كان عندها ودائع هون في لبنان لتقدر تعمل عمليات التجارية عبر بنوك لبنانية كبيرة، يعني بدون ذكر هذه الدول، ولكن كان دور لبنان يلعب دور البنك المراسل. إذا نحن بقينا هيك لوين واصلين؟ هل من تدخل صندوق النقد الدولي؟ شو الآلية؟ هل بيقدر يتدخل وحده أو في طلب يعني من الدولة اللبنانية؟ لا ما بيقدر صندوق النقد الدولي يتدخل إذا ما صار في طلب من الدولة اللبنانية. اليوم لبنان عنده كوتا بصندوق النقد الدولي اللي هو يعني كل دولة عندها نسبة معينة، طبعا نسبة لبنان ضئيلة يعني لا تتعدى المليار، إلا حق تطلب. أنا بدي شيد بالتجربة المصرية وطالما أخذوا 12 مليار من صندوق نقد الدولي. شوفي الدعم المالي أو التدخل المالي من صندوق نقد الدولي هو جيد لإعادة الثقة بالبلد. وطالما مصر أخذت 12 مليار دولار، ما كانت يعني عم نحكي ببوبوليشن بمصر 110 مليون نسمة أو 100 مليون نسمة خلينا نقول، ف 12 مليار دولار ما بيقدروا فعلا ينعشوا الاقتصاد المصري. ولكن شو كانت أهميته هال 12 مليار دولار؟ هو إعادة الثقة بالاقتصاد المصري وبالإصلاحات الاقتصادية اللي صارت بمصر، وبالتالي قدروا جلبوا ما يسمى بال FDIs اللي هو الاستثمار المباشر. فإذا هال 12 مليار دولار أخذوه من صندوق النقد الدولي ضمن شروط اقتصادية صارمة وقدرت طبقتها مصر، من خلالها انتعش كل الاقتصاد وصار في عنده اموال اكثر وصار في ودائع اكثر. نعم. حاله لبنان حاله مختلفه هلا، يعني احد شروط الاساسيه بالصندوق النقد الدولي هو تحرير سعر الصرف. هلا صعب هيدا يصير وبعتقد بيعمل ازمه كبيره. احد شروط صندوق النقد الدولي قسط الضرائب كمان، هذا الموضوع يعني للاسف انا عم شوف انه اليوم شروط صندوق النقد الدولي حيروح على الشعب اكثر واكثر. نحن بحاجه اليوم ل دعم تقني أكثر ما هو دعم مالي من صندوق النقد الدولي. طب اللي عم بيصير باختصار في مواطن عم بيقول لي عم بيخربوا لبنان، يعني اليوم انطلاقا من سعر الدولار عند الصرافين ليش موجود عندهم ب 1900 و2000 وبالمصرف 1005؟ سلعة تتداول كأنك عم تشتري أي شيء. يعني واحد ممكن يروح يشتري أي غرض بيشتري، بدي أعطي مثال مرة عطيني إنه واحد يشتري سيارة، حق السيارة 10,000، بيجي وصاحبها بيقولك أنا بدي بيعها ب 12,000. نعم. حر واحد يشتريها أو لا. هيك للأسف برجع بقول إنه اليوم الدولار الأمريكي هو عبارة عن سلعة عم تنشرها وتنباع بالسوق لعدم توفرها من مصدرها الرئيسي اللي هو المصارف. برأيك المصارف لازم تعتذر من اللبنانيين على تعاملها معهم بعد ما تخلص الأزمة؟ إيه لازم تعتذر. إيه أكيد. نعم. بشكل كتير كبير بعد ما تخلص الأزمة أكيد. قرار كان في من حاكم مصرف لبنان بزيادة رسامي المصارف، معظم المصارف رفضت، تقدر ما تلتزم؟ لا ما فيها. نعم. قرار بنك المركزي في أي دولة في العالم هو دور مرزي. طيب سؤال أخير عملناها. لأنه انتهى الوقت، لو في تفسير واضح للإجراءات اللي عم بتقوم فيها المصارف يطلعوا يخبرونا شو الإجراءات، كيف ليش عم بياخدوا هيك إجراءات، كيف تجاوب المواطنين ما كانوا بيريحوا السوق أكثر وبيريحوا الناس؟ عم تحمي ما حالة. في وضوح بإجراءات؟ عم تحمي حالة. أنا بأيد كلمة سيس طلال اللي قال يجب على المصارف تتعامل مع الشعب بطريقة أرقى شوي وأفضل شوي حتى ما يصير هالأزمة وهالبلبل اللي عم تصير. أنا بدي أذكر الأصدقاء المستمعين، اليوم كان في صرخة شو عم بيصير بدبي، كميونات ترابي فوق قصة المياه وكانت رح تطوف. كان في صرخة ببداية البرنامج، اتصل فيه النائب الياس حنكاش وقال لي فعلا نحن اتصلنا باللي اتصل فيك اليوم اللي أزي بعتقد، وقالنا أنه نحن وليد فرانسيس وأنه هن رح يحلوا هالمشكلة قريبا. أنا بدي أشكرك أمين عام اتحاد المصارف العربي وسام فتوح. أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. حكينا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. العديد من الأسئلة ما قدرة أخذناها، بس تقريبا هي وحدة مثل ما حضرتك ذكرتي في مشكلة نحاول نطول بيننا كشعب لبناني، لازم نوقف حد بعضنا لنقدر إن شاء الله نطلع. وكنا متكلين على المصارف يوقفوا حدنا، خذلونا. شكرا لك. شكرا لك الأصدقاء المستمعين. كانت معكم نوالي شعب ودليل دغانم والمخرج جورج العلية. إلى اللقاء.